تختاري انا اخد شمس ماشي. اه شمس أوه. كانت الاول 9/5/2001. 9/5/2001 هو اسم. بص عموما شمس من الارقام اللي هي ادي 9 معلش لحظه 14 جماعه 5 1 6 يعني دايما يعني في يا جماعه على فكره في اسماء ما بقدرش اقول كل سلبياتها بس لو في ايجابيه بقول، لكن في اسماء ما اقدرش اقول كل السلبيات بتاعتها فاعذروني، ودايما باخد مقتطفات من كل اسم لان لو قاعده اشرح كل اسم بارقامه بتاريخ هاخد 3 حلقات في والناس عايزه عند اتصالات، فانا باخد من كل حاجه طيب. اللي هي المهمه يعني اوكي ماشي. هي ايه بقى 9/5/2001 ده؟ هي شمس التاريخ ده مر عليا قبل كده حاسه ان يعني هي مش عارف بس الارقام ده حاجه كويسه يعني ارقامها بتدل على حاجه كويسه. هي بصي هو في تعرض لمشكله لا هي في يعني هي بتوصل لاهدافها في سن يعني مش صغيره يعني الاهداف يعني ممكن ترتبط ارتباطات كتيره فاشله وبعد كده ربنا بيوصلها لاهدافها بعد كده ماشي. وبلاش لما تكبر يا مامتها يا مامتها اللي كلمت مامتها منى بلاش تصبغ شعرها الالوان الحمراء. مين اللي ما يصبغش؟ شمس لما تكبر ما تخليهاش تاخد الالوان الحمراء للشعر عشان هيعكس معاها الطاقه بتاعتها لان هي معاها اسم قوي اسم شمس اسم قوي هتحط احمر ليه هي ناقصه